معنا مشاهدينا هاتفيا من بغداد الصحفي أحمد الجميلي. مرحبا بك أحمد. استشهاد إذن 3 متظاهرين في بغداد في غضون 24 ساعة الماضية متأثرين بجروحهم، هذا يفتح الباب أمام تساؤل عن الأسلحة المستخدمة من قوات الأمن الحكومية وطريقة استخدامها، يعني هل القوات الأمنية تريد تفريق المتظاهرين أم قتلهم؟ نعم، ما يجري في شارع الرشيد وبالقرب من جسر الأحرار هو اشتباكات متواصلة كل يوم بين جموع من المتظاهرين وكذلك قوات مكافحة الشغب ترافقهم قوات من الفرقة 11 التابعة للجيش العراقي، بالإضافة إلى تواجد عناصر من قوات جهاز مكافحة الإرهاب داخل بناية البنك المركزي العراقي. هذه القوات عادة ما تستخدم القنابل المسيلة للدموع وتطلقها بمستويات منخفضة بمستوى الرأس والصدر، وهو ما أدى بالحقيقة إلى سقوط هذا العدد الهائل من القتلى في صفوف المتظاهرين، كان آخرهم ما حصل يوم أمس من استشهاد 2 من المتظاهرين متأثرين بجروح أصيبوا بها في اشتباكات سابقة حصلت بالقرب من جسر الأحرار وفي شارع الرشيد. أيضا هذه القوات تعمد إلى استخدام الرصاص الحي خصوصا في ساعات النهار المتأخرة، حيث تقوم هذه القوات بمهاجمة المتظاهرين بالقرب من ساحة الوفدة وساحة الرصافي وأيضا في شارع الرشيد من أجل محاولة تفريقهم وإرجاعهم باتجاه ساحة التحرير. لذلك نشاهد أن أغلب الضحايا والجرحى يسقطون في ساعات متأخرة من خلال أيام التظاهرات في بغداد. نعم أحمد، اللجنة المنظمة للتظاهرات حذرت مديري المنافذ من السماح لسليماني بالدخول إلى العراق، مع ذلك دخل سليماني واجتمع كما تعلم وكما نقلت وسائل الإعلام بالميليشيات. كيف ترى هذا التدخل السافر من إيران في شؤون العراق الداخلية على الرغم من الرفض الشعبي لوكلائها الممثلين في شركاء العملية السياسية؟ نعم، الرد جاء في الحقيقة من ساحات التظاهر. شاهدنا أن في الأيام الأخيرة خلال اليومين الماضيين وبعد ورود الأنباء عن قدوم سليماني من أجل اختيار رئيس وزراء جديد لتولي رئاسة الوزراء في العراق، جاء الرد قويا ومزلزلا من ساحات التظاهر، حيث توافد الآلاف إلى ساحات التظاهر في التحرير في بغداد وكذلك في النجف وفي كربلاء، وأعلنوا رفضهم القاطع لاختيار شخصية من قبل نفس الطبقة السياسية الحاكمة، لأنهم يعتقدون أنها عملية تدوير لوجوه قديمة متهمة بالفساد ومتهمة بالطائفية. ولعل أقوى هذه الردود ما حصل في مدينة النجف عندما قام المتظاهرون بإحراق مبنى القنصلية الإيرانية للمرة الثالثة ليلة أمس. وهذا رد واضح على التدخل الإيراني، وحتى أن ساحات التحرير وأيضا في بقية ساحات التظاهر امتلأت باللافتات والشعارات المنددة بزيارة سليماني، وأيضا الفنانين من المتظاهرين والناشطين والحركة الطلابي أيضا لابد من إشارة إليه. نعم، أيضا الحراك الطلابي حراك عظيم وكبير جدا، اليوم توافد الآلاف من الطلاب على شكل مجلة ساحات رافعين الشعارات المنددة بالتدخل الإيراني وغيرها من التدخل الوطني الدولي والإقليمي. يعني في المجمل كيف ترى توقيت دخول سليماني للعراق مع هذه الأحداث المتسارعة وتصاعد الغضب الشعبي؟ نعم، نرى هذه الزيارة بأنها جاءت زيارة في وقت تشهد الطبقة السياسية الحاكمة والمدعومة من إيران زلزالا عظيما بسبب ما يجري في العراق من انتفاضة شعبية
عارمة ستطيح قريبا بإذن الله بهذه الزمرة الحاكمة وهذه الطبقة الحاكمة في حيرة من أمرهم، لأنهم قد استنفذوا كل الطرق من أجل قمع ومن أجل إرجاع المتظاهرين إلى منازلهم، لكنهم على ما يبدو فشلوا وسيفشلون. من بغداد أحمد الجميلي الصحفي، شكرا جزيلا لك.